يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان. لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان. أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان. ولقد وصفت طريق مسكنها فإن رمت الوصال فلا تكن بلواني. أسرع وحث السير جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزماني. انتظرونا يا جماعة في القصيدة كاملة إن شاء الله في فيديو جديد. شكرا جزيلا.